بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ميليسا كاهنة. اليوم ان شاء الله نبداو نديرو وصفة الرشطة. رشطة بالدجاج، عندي هنا شوية زبدة وشوية زيت، حطيتهم في قدرة، نزيد عليهم البصل، نحرك البصل ونحط الآن ندير الدجاج، اطراف الدجاج في الرشطه، نديروها بالدجاج، تجي بنينه بزاف كي تكون بالدجاج. هنا اطراف الدجاج كل واحد وكميه الافراد، عدد الافراد باردون. الرشطه المهم تجي بالدجاج احسن من انها تجي يعني باللحم. و لي كيسيون او باردون لي غو سا ديسكوت با، يعني كل واحد وذوقته، ولكن الرشطه بالدجاج هي من احسن ما يكون. نقلي هنا مليح البصل مع الدجاج، ندير دركا التوابل. الوغ هنا عندي كمية تاع الملح، فلفل كحل، يعني لو بوافغ نواغ، فلفل كحل هو البوافغ نواغ. دونك درنا دو سيل بوافغ نواغ ونديرو لا كانيل واللي هي القرفة. يعني الرشطة لازم تجي، هذه هي التوابل تاعها، تجي بالملح فلفل الكحل والقرفه، يعني السال بوفون نوار اي كانيل. بالنسبه للناس اللي عندهم يعني الحميصه لي بواشيش مشمخين في الكونجيلاتور يحطوها دركا، بالنسبه للناس اللي يطيبوها يعني الافونس يحطوها ابري الافا. انا هنا عندي هنا حميصه مطيبه الافونس، دونك ما نديرهاش دركا، نخليها حتى من بعد. نواصل يعني نكمل هكذا، نقعد غير نقلي في الدجاج تاعي. الرشطه يعني تحب تقليها بزاف، يعني يفو با ديروا غير البصل ترموا توابل ومن بعد تمرقوا، يعني تحركوها تحريكه خفيفه وتمرقوا. نو، نقصوا النار وقلوا كل شويه، قلبوا اطراف تاعكم تاع الدجاج، اطراف تاعكم تاع اللحم، يعني خذوا وقتكم في هاد المرحله بالذات باش تنجح لكم الاكله تاعكم. الوغ هنا كي نشوف البصل تاعي يعني داب خلاص بدا يدوب، هنا عندي كيما راكو تشوفوا هنا عندي اللفت، هذا اللفت يعني لو نافي. واش نديرو لهم لي نافي؟ نديرو لهم شويه ملح، شويه فقط، ندير لهم فلفل الكحل وندير لهم رشه تاع القرفه، يعني ندير لهم ان بو دو سيل ان بو دو بواف نوار اي لا كانيل اي دو سيل، قلت لكم الملح. ونهبطو دركا يعني في التقليه هذه، نهبطو اللفت كي ترموه في التقليه حيعطيكم بنه هايله يعني لو بلا تاعكم. انا نعطيكم يعني كلكو زاستوس وانتوما احرار، تحبوا تطبقوهم تحبوا يعني ما تطبقوهمش كيما حبيتو. كاين اللي ما يقتنعش بالفكره، ولكن انا نقول لكم كي ترموا اللفت في القدره تاعكم في الديبي في التقليه، يعني سوي سيغ بلي حيعطيكم بنه هايله، خير من اللي كي ترموه كي تكون مرقه يعني تغلي. انا نعطيكم هاد لي زاستيوس بور كو يعني فو بلا يعني بور كو سا ريوسيس. وكيما قلت لكم كيما حبيتو، يعني كل واحد يدير واش يخرج عليه. الوغ دركا نقلي، نزيد نكمل نقلي اللفت ونمرق مباشره. الوغ هنا اللي كيما وريت لكم من قبل الحميصه كي نحوها من الكونجيلاتور توجور نحطوها هكا تفور، يعني نخليو التقليه تطلع فوقها باش تنحلها يعني هذيك الريحه تاع الكونجيلاتور. توجور الحميصه كي تجبدوها حطوها تفور كيما راكم تشوفوا. ودركا نمرق الرشطه تاعي ونروح نوجد الرشطه. الو هنا عندي الرشطه تاعي هاي اللي كيما راكم تشوفوا، نحيدها نفتحها مليح، باسكو الرشطه كي يخبوها يعني تجي يعني متراكمه في الساشي، دونك لازم نحلوها هكذا، نحلوها مليح ونرشوها ندهنوها بالزيت، نحطو لها كميه مليحه تاع الزيت ونحلوها في هذاك الزيت هكذا، نفتح بالزيت نعاونها ونفتح هكذا ونحطها في الكسكاس تفور المره الاولى، حنفوروها بالزيت الخطره الاولى هكذا، نحطها بعد ما دهنتها بالزيت نحطها نروح نفورها ونعاود نولي.
الوغ هنا عندنا كما راكم تشوفوا الرشته تاعنا راهي فارت، حطيتها فوق المرقه، المرقه راهي طيب وهي راهي تفور. هنا بعد ما فارت الخطا الاولى نحيوها، نشوفوا كيفاش نديروا لها. الوغ الحاجه الاولى نقص من المرقه هكذا، نقص شويه، قيس واحد كاتر لوش، ربع غرفي ربع كاتر لوش، فوالا ولا خمسه يكفي. الوغ نفرغوا الرشته تاعنا، نحل الرشته مليح هكذا، نفتحها هاي لك بعد ما فارت التفويره الاولى. عندي هاد المرقه اللي نحيتها هذيك، شوفوا مليح معايا، ندير لها شويه تاع الملح شويه، ونزيد لها القرفه، ونزيد لها شويه تاع ما زهر، ما زهر ندير لها قيس فنجال ماشي معمر تاع لاتاي، ولا يعني نقولوا نص فنجال يا سيدي باش ما تقولوش يعني ما عطيتيناش المقادير. ونبدا نرش هاد لاصوص عليها ونفتح هكذا. جامي الرشتة باش تجيكم بنينة بزاف لي رشوها بالماء، انا نقول لكم رشوها بالمرقة تاعها كما شفتوا، ونحلها. وريحة المزهر يعني وش نقول لكم، راهي الله الله، الرشتة البنينة هي اللي يعني تحلوها بالمرقة تاعها والمزهر. نكمل هكذا، وهاد العملية تقوموا بها يعني مادام الرشتة راهي سخونة. انا هنا يعني راني نخدم بهاد الملقات باسكو مازالها سخونه، كي تبرد نقدروا نحلوها بيدينا باش يعني تتشرب مليح هذيك المرقه وتتشرب لنا مليح المزهر والقرفه، لازم نشربوها وهي سخونه. دركا غير تبرد نفتحها بيدي، نكمل هكذا. انا هنا نزيد لها هكذا يعني حفله صغيره تاع مزهر، نحبها بزاف بالريحه تاع المزهر، جربوها ما تستغربوش يعني هاد لاستيوس تاع المزهر. بزاف اللي ياكلوا الرشته يقول لك جاتنا بنينه ما عرفناش واش فيها، انا نقول لكم كيما هكذا شربوها بالمرقه تاعها وديروا لها المزهر. نخليها تبرد تماما، لازم تبرد باش نزيد نعاود نفورها الخطره الثانيه، من بعد نحيها ونحلها بشويه تاع الزبده. دونك انا نخليها تبرد مليح تنشف، نعاود نرجعها نفورها تفويره خفيفه باسكو خلاص راهي يعني تلقت روحها، تفويره خفيفه من بعد نحلها بشويه زبده ونخليها تبرد. المرقه تاعي راهي طيب، الدجاج تاعي نشوفو لك كان طاب نحيه. نتلاقاو في الطبق النهائي يعني بلا دو بريزونطاسيون ان شاء الله. الوغ لاش الرشته تاعنا بالدجاج راهي حاضره معنا كيما راكم تشوفوا، شو نقول لكم الريحه تعبق، الله الله رشته بالدجاج كما يحب الخاطر. نتمناه لكم ان شاء الله ديروها وتاكلوها بالصحه ولهنا. في الاخير نقول لكم اشتركوا في القناه وبارطاجوا الفيديو اذا عجبتكم، ونقول لكم خليتكم على خير، والى فيديو اخر من فيديوهات قناه ميليسا كاهنه، والسلام.